مفاجأة كبيرة لكل محب النجم عمرو دياب اللي عايش قصة حب جديدة ومقضي أسعد أيام حياته برا مصر مع حبيبته، رغم أنه طلع عليه إشاعات كتير خلال الفترة اللي فاتت عن ارتباطه، لكن المرة دي شكلها بجد، خاصة بعد الصورة اللي اتسربت للهضبة وحبيبته الجديدة. عمرو دياب في فرنسا بيقضي أجازة مع أصحابه، وكلنا شفنا صوره مع صحابه رجل الأعمال أحمد بشيمة ومحمد زكي. وبعدها بكم يوم اتسربت صورة للهضبة مع حبيبته هما بيتمشوا، والسوشيال ميديا كلها دلوقتي ملهاش سيرة إلا قصة حب الهضبة. تعال بقى أنا هقولك مين هي حبيبة عمرو دياب الجديدة، بنت إيطالية اسمها باتريكا، وبيقضوا أجازة لوحدهم بعيدة عن عيون الناس، خاصة وإن الهضبة أي حاجة بيعملها بتتصدر للميديا على طول، فهو قرر يقضي يومين حلوين مع حبيبته الجديدة وخدها وسافر، وقاعدين حالياً في ساند تروبي بجنوب فرنسا. اتسربت صورة لعمرو دياب وحبيبته الإيطالية وهم بيتمشوا في الشارع وماسكين إيدين بعض، وأكيد يعني دي لو واحدة معجبة مش هيمسك إيديها كده، لكن واضح إن الموضوع المرة دي بجد ومش إشاعة زي ما حصل الفترة الأخيرة. ودي مش أول مرة تظهر فيها حبيبة عمرو دياب، لكنها ظهرت معاه من أسبوعين في افتتاح مشروع الجديد اللي عمله، وهو سلسلة فنادق باسم لوكاندا، وظهرت واحدة بإطلالة جريئة مع عمرو دياب، وكانت الناس كلها بتسأل يا ترى مين دي، لكن محدش جه في باله إنها ممكن تكون حبيبته فعلاً، إلا بعد ما اتسربت ليهم صورة جديدة خلال الساعات الأخيرة من فرنسا. وبكده الناس ربطت بينها وبين اللي ظهرت معاه في افتتاح الفندق. عمرو دياب من وقت انفصاله عن دينا الشربيني من سنتين واتعرض لشائعات كتيرة عن حياته الشخصية، وكان كل ما يظهر في صورة مع واحدة يقولوله عليها حبيبته، لكن ولا مرة طلع الموضوع بجد، وكان كلهم معجبات أو مجرد أصدقاء اتصوروا معاه في حفلة أو سهرة. علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني كانت كل يوم حديث الناس من أول ما بدأوا يظهروا مع بعض، والكلام بيدور عليهم لحد ما قرروا يعيشوا حياتهم ومش مهم كلام الناس، والكل فهم علاقتهم وحبهم وعاشوا أسعد أيام حياتهم وشاركوا الجمهور معاهم فيها، رغم إن فارق السن كبير بين دينا وعمر، إلا إنها كانت مبسوطة معاه. وخلال فترة ارتباط دينا وعمر قدرت تعمل لنفسها مكان مختلف في الوسط الفني، والهضبة دعمها جداً وكان سبب نجاحها فعلاً في أعمال كتير، وبقت دينا الشربيني بتعمل مسلسلات من بطولتها المطلقة. لكن دينا جه عليها الوقت وحست إنها مش قادرة تكمل في علاقة بالشكل ده، رغم إنه اتقال إنهم متجوزين عرفي، لكن دينا كانت عايزة تعيش حياة طبيعية زي أي بنت، ونفسها تتجوز عادي وتلبس الفستان الأبيض ويبقى عمرو دياب جوزها رسمي قدام كل الناس، بدل ما كل شوية بتسمع عن نفسها كلمتين يزعلوها عن علاقتها بعمر، طيب متجوزة ولا لا؟ في نفس التوقيت دينا كانت شايفة ياسمين صبري عايشة ملكة مع أبو هشيمة، وكمان ريام حجاج اتجوزت محمد حلاوة، الفنانة درة اتجوزت هي كمان وعملت فرح كبير. فدينا زي أي بنت حست إن في حاجة غلط وما ينفعش تعيش كده، لكن أحلام دينا الشربيني كانت أكبر من حب عمرو دياب ليها، هو ما قدرش يحقق لها اللي بتتمناه، وحصل بينهم خلاف كبير انتهى بانفصالهم، ودي كانت مفاجأة كبيرة للجمهور اللي عاش معاهم قصة الحب دي من أولها لآخرها. وبعد الانفصال المشهور ده كل الناس كانت متعاطفة مع دينا وزعلانين عليها، لكنها كانت قوية وقدرت تعمل موفون بسرعة، وبعد سنتين دينا عاشت قصة حب جديدة وأعلنت عنها من أسابيع قليلة، وقالت إنه شخص من خارج الوسط الفني وهي مبسوطة معاه ويستحق حبها. وبكده الناس بقت مستنية تشوف دينا عروسة بالفستان الأبيض السنة دي. وبعد إعلان دينا عن علاقتها وحبيبها الجديد بعد عمرو دياب بأسابيع قليلة، اتسربت صورة الهضبة وحبيبته، والناس كلها عرفت علاقته هو كمان وكأنهم بيعندوا مع بعض.